اخيرا ندوز المفاجاه. شنو المفاجاه مجدلنا مفاجاه؟ غادي نحاولوا نصنعوا واحد فرج في الدار. هو في عنده ثلاثه الاستعمالات، يمكن سدا ديروا غلوس، يمكن ديروا بحال دابا كريم تشقق ديال الشفتين، ديروا فرج الوجهه يعني او ديروا لكم ديروا باز داكشي وما كاينش او ديروا باز الفرج بودغ، ديروا هو الاول وعاد ديروا البودر يعني كيبقى حتى 24 ساعه والحنين تبارك الله تقولي خارجه من الحمام. السيده الا بغات تفرح براسها ديروا عاد دير البودر ما تحيدلهاش واخا لا لا. طيب شنو نحتاجوا شنو المكونات اللي فيه؟ كناخذوا معلقه د الفازلين، معلقه د الفازلين كنحاولوا نذوبوها تحت شي شميعه. نعم يعني شي فتيله يعني فوالا يعني ولا ديروا حدا دير النار مهيله، المهم خصو يذوب على خاطر في الفازلين. نعم وكتاخذ السيده واحد عكار يعني عندها ما بغاتش ما كتستعملوش ولا ما عجبهاش ولا كاع عجبها كاع، المهم تاخذ يعني باش ما نضيعوش لك العكار غادي دير غير شي عكار. ايه كتاخذ تقص غير الراس ديالو. نعم قطع واحد الطريف من الراس ديالو ملي كتذوب ديك الفازلين كترمي في داك الطريف ديال العكار فهو كيذوب كيذوب. وكتاخذ معلقه ديال الكريم دو جور ديالها. نعم يعني المعلقه راه قد الفازلين قد ما تكثرش، دير قد الفازلين قد لاكريم نفس القياس نفس. نعم باش يكون وكتخلي كلشي كيذوب كتحرك حتى كيذوب داك الشيء على خاطرو وكديرو في حكيك ديال البودغ او ديال لي باراني بزاف ديال الكيكات ولا المهم السيده اللي غد وصافي وكتخليه كيجمد كيولي بودغ يعني ماط يعني كديرو السيده لوجهها اما فغاجو ديرو البنيسات اللي كيبغيو يديروا لي غلوس خفيف في بنات الكولاج داكشي كتبغي ضروري كدير دي غلوس بالحق تختار السيده اللون اللي بغات ديال العكر على حساب هي اللون اللي بغات الفاروج اللي كيوافق البو ديالها اللون اللي كيمشي مع البشره ديالها. ديروا باز الوجهه عاد ديال البودغ المهم يعني متعدد صنع بيتي وزوين يعني وترحموني عليه. نعم عرفتي فاش قد ديك صنع بيتي فكرتني غير في الحلوه يعني الحلوه صنع بيتي يعني صنع بيتي تا هو فراج وفلوس ما فيش زعما شي حاجه اللي غادي تضر البشره ولا يعني البازلين مزيانه كنديروها لوجهنا يعني لا كريم دو جور كدار للوجه عكر النار يعني ماشي شي حاجه اللي نعم. طيب ناخذ